في الجزائر لم يتمكن البرلمان من عقد جلسة كانت مخصصة لأسئلة شفوية موجهة إلى وزراء في حكومة نور الدين بدوي، واعتبرت المعارضة الجلسة ما هي إلا محاولة من قيادات في أحزاب السلطة لإضفاء الشرعية على حكومة بدوي التي يرفضها الشارع. يأتي هذا في وقت تتواصل فيه الاستعدادات للجمعة 12 على التوالي. المزيد عن هذه التفاصيل ضمن نافذتنا اليومية من الجزائر مع الزميل كمال علواني. أهلا بكم إلى هذه النافذة المفتوحة على المشهد الجزائري وتطورات الحراك في الجزائر. أخفق البرلمان الجزائري اليوم في عقد هذه الجلسة العنانية بسبب عدم اكتمال النصاب، ورفضت أحزاب وتشكيلات سياسية عقد هذه الجلسة التي كان يفترض أن تخصص لأسئلة شفوية توجه إلى وزراء في حكومة نور الدين بدوي. واعتبرت المعارضة الجزائرية عقد هذه الجلسة العلنية محاولة لإضفاء الشرعية على حكومة نور الدين بدوي التي يرفضها الشارع، بينما تستعد الشوارع الجزائرية والمدن الجزائرية لاحتضان الجمعة 12 من الحراك. غاب النواب عن جلستهم من جديد أمام أعين معاذ بوشارب مسير جلسات البرلمان والقيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، إلا أن حضور 6 نواب في الجلسة يؤكد أن أيامه باتت معدودة وأن الشرعية التي أراد أن يفرضها باتت على المحك. هناك اتفاق واضح على أنه يروح بوشارب يروح، ولكن لحد الآن اسمح لي، هناك فقط أشخاص تحدثوا عن هذا الموضوع، وأنا نقول اليوم المفروض الشيء اللي يخدم بلادنا نمشوا فيه، باش على الأقل هذه الناس اللي راهم اليوم في الحراك يكون عندهم يعني نوع من الإطمئنان. مطالب الحراك الشعبي أصبحت رسائلها واضحة للعيان، إذ ترفض أي قرارات نابعة من مؤسسات البرلمان والرئاسة، داعية إلى حل غرفتي البرلمان والاحتكام لمواد الدستور المفتوحة كالمادة 7 و8. احنا كشعب نرفض الانتخابات القادمة، ونرفض أنه بن صالح وبدوي والحكومة ديالو يديرون هذه الانتخابات، لأنها مزورة ألافونس، هي مزورة بلا ما نروحوا ليها. ثم احنا كشعب نرفض هذه الانتخابات، ونرفض نرفض بن صالح وبدوي رفضا قاطعا. ويستمر الرفض لأجندة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح من قبل الشخصيات الوطنية والأحزاب، حيث جدد علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات رفضه المشاركة في مشاورات رئيس الدولة حول رئاسيات 4 من يوليو/تموز، بالنظر إلى أن شخصية رئيس الدولة تثير حساسيات في الشارع الجزائري. البرلمان في عين الإعصار بعد محاولات السيد معاذ أبو شارب من إضفاء شرعية على حكومة بدوي والتي يطاردها المواطنون في كل مكان. هذا كله عشية الجمعة 12 التي ستكون لها الكلمة الفيصل في كل ما يحدث في الجزائر. صلاح الدين مقعاش، العربي، البرلمان الجزائري. ويسعدنا أن نستضيف اليوم مراد بياتور، عضو القيادي في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. مرحبا بك. غدا جمعة هي 12 من الحراك في الجزائر، ما هو المأمول من هذه الجمعة 12؟ أولا قبل الحديث على هذه الجمعة نود أيضا أن نقدم تحليل على الوضع السياسي الآن. الآن نشاهد السلطة تسير عكس مجرى الشارع وعكس مجرى الشعب، وعند تحليلنا لخطابات المسؤولين السياسيين المحسوبين على النظام نحس أنهم يعيشون في بلد آخر غير بلد الجزائر. فالسلطة الآن انخرطت في التمرير بالقوة لانتخابات رفضها الشعب، انتخابات رفض أميار الجمهورية أو رؤساء بلدية الجمهورية تنظيمها، رفض قضاة الجمهورية تنظيمها. إذن عندما نذهب إلى انتخابات رئاسية في هذه الوضعية السياسية الحالية ماذا ننتظر من الشارع؟ ننتظر من الشارع أن يخرج من الشعب، أن يخرج إلى الشارع بمطالب نقول عنها شرعية أكثر من شيء آخر. الآن هناك أيضا أسئلة يجب أن تطرح على الساحة الآن، هي
كيف سنتحول من نظام سياسي استبدادي شمولي وفاسد إلى نظام سياسي ديمقراطي يضمن التداول على السلطات، وأيضا كيف سنؤسس لدولة القانون. هذه هي الأسئلة التي يجب أن تطرح على الطبقة السياسية اليوم، وهي الأسئلة التي يجب أن توضع على الطاولة. يعني السلطة، هناك من لديه حجج مضادة سيقول لك ليس في هذه الفترة الضيقة، هذا هو هذه الورشة كبيرة وسيطلع بها الشعب والدولة بعد الانتخابات الرئاسية. الآن هو البحث عن الحلول هو السؤال الملح جدا هذه الأيام، كيف يمكن أن نصل إلى حل في هذه الظروف بالنظر إلى مطالب الشارع ومطالب السلطة؟ الآن عند قلت بأن السلطة تقول بأن الوقت ضيق، السلطة هي التي وضعتنا في هذا المأزق، فلا يمكن أن نكون جزءا من الأزمة والحل في نفس الوقت، يمكن أن نكون جهة فقط. الآن الحل، نحن على مستوى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية طرحنا خريطة الطريق لتخطي الأزمات الدورية التي تتخبط فيها الجزائر، لأن الأهم الآن هو تخطي هذه الأزمات الدورية التي تعود علينا نفس النقاشات في كل انتخابات رئاسية، في كل انتخابات وفي كل محطة سياسية. اليوم نحن في الجزائر لدينا مشكلة سياسية والحل يكون سياسيا. نحن اقترحنا داخل الدستور أو خارج الدستور، اقترح قلت لك الأزمة سياسية والحل يكون سياسي. الحل السياسي، نحن اقترحنا انتخاب هيئة عليا انتقالية تتكون من 3 شخصيات تنتخب داخل 3 أسلاك كبرى عرفت ربما بمواقفها المشرفة خلال هذه الثورة التي يعيشها الشارع، ومن ثم هذه الهيئة العليا التي تكون من 3 أشخاص والتي لا يتعدى سنهم 60 سنة، وستكون أيضا تتعاهد هذه الشخصية لا تترشح للانتخابات الرئاسية، ستعين حكومة إنقاذ وطني وحكومة خلاص وطني، ستكون حكومة لا حزبية، لأننا لو نذهب إلى حكومة حزبية ستبدأ التجاذبات الحزبية ونحن في غنى عنها في هذا الوقت. وأيضا هذه اللجنة ستقوم بتعيين أيضا لجنة خبراء دستوريين لصياغة دستور جديد، دستور جمهوري، دستور سيضمن الانتقال الذي قلت لك من نظام سياسي شمولي إلى نظام سياسي ديمقراطي. مراد بيتور، القيادي في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، شكرا جزيلا لك، وبالعودة إلى ليليان وبقية البرنامج.